بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، هذا السؤال وردني من أحد الأحبة الكرام على واتساب حول الجنة. الحقيقة الحديث حول الجنة ممتع جدا، مريح للنفس، يذهب الاكتئاب والخوف والقلق والحزن. يقول هذا الأخ لديه عيوب في الدنيا، لديه نوع من الخجل أو الحياء، أو لديه بعض العيوب يعتبرها عيوبا، مع العلم أن الحياء من الإيمان. الإنسان عندما يكون حييا فهذه خصلة من خصل الإيمان أو صفة من صفات الإيمان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول والحياء لا يأتي إلا بخير، ويقول أيضا الحياء من الإيمان. ولكن على كل حال بشكل عام، يعني العيوب الموجودة في داخل هذا الإنسان، يوم القيامة هل تبقى هذه العيوب؟ يعني هل الناس الذين كانوا ينظرون إلى هذا الشخص على أنه مثلا مسكين أو غبي أو لا يفهم أو تفكيره محدود أو فقير أو غير ذلك، يوم القيامة أيها الأحبة المقاييس مختلفة تماما، والوزن يومئذ الحق. أنا بالنسبة لي وبعد تعمقي ودراستي لكتاب الله تبارك وتعالى، وبناء على ما قرأت من أحاديث حبيبنا عليه الصلاة والسلام، أتصور بل أنا موقن أن معظم من تشاهدونهم اليوم مساكين ضعفاء ليس لهم قيمة، ولكن على مستوى من الإيمان والتقوى هؤلاء سيكونون أسياد الآخرة، أسياد النعيم. وكل من تشاهدونهم اليوم من الجبابرة والمتكبرين وأصحاب النفوذ والأموال من غير المتقين طبعا، والذين يظلمون الناس، هؤلاء ستجدونهم يوم القيامة يحشرون كأمثال الذر، مثل النمل الصغير يطأهم الناس بأقدامهم عقوبة لهم بسبب تكبرهم، كما أكد ذلك حبيبكم عليه الصلاة والسلام. فالمقاييس في ذلك الوقت مختلفة، القوانين الفيزيائية مختلفة، ليس هناك شمس، ليس هناك قمر، في الجنة لا يوجد شمس، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، لا يوجد طقس متغير، الطقس يأتي نتيجة الرياح وتقلبات الجو ودرجات الحرارة. هناك أصلا ليس هناك مفهوم لدرجة الحرارة إلا في جهنم والعياذ بالله. في الجنة أيها الأحبة، يعني أنا يمكن أن أخذ نص من سورة الزخرف يلخص لنا حقائق عن هذه الجنة العظيمة. تأملوا معي أيها الأحبة، الله تبارك وتعالى يخاطب عباده. أنا أريد من كل أخ يسمعني الآن أن يتأمل أنه يقف بين يدي الله، يتأمل أن هذه الدنيا انتهت وجاء يوم القيامة وكان من الفائزين وكان عبدا مخلصا لله، يرجو لقاء الله، يحب لقاء الله، ينتظر بفارغ الصبر بشوق، يتشوق للقاء الملك سبحانه وتعالى. يعني أنت الآن إذا كان لديك موعد مع شخص مهم تتشوق، ربما لا تنام من شدة اشتياقك له. كيف بلقاء الله مالك الملك سبحانه وتعالى؟ هذا الشوق، هذا الحب لله، تخيل أنك من هذه الفئة، طبعا نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا منهم، ولكن تخيل للحظة أنك من هذه الفئة وأن الله عز وجل يخاطبك الآن، يخاطبك أنت باسمك، يقول لك يا فلان، الله في عليائه، في جبروته سبحانه وتعالى يخاطبك أيها العبد الضعيف ويقول لك يا عبادي، يا عبادي، خطاب رحيم، خطاب مليء بالقرب، الله قريب، قريب منا أيها الأحبة، حتى في الدنيا قريب منا، ليس فقط في الآخرة. تصور أنه يقول لك يا عبادي، لا خوف عليكم
اليوم ولا أنتم تحزنون. ثم يلفت انتباهك إلى الدنيا، يأخذك إلى الدنيا، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. طيب، هل أنت مؤمن بآيات الله ومسلم لله؟ سوف تنطبق عليك هذه الآية. شرطين: الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. القرآن فيه 6236 آية، هل آمنت بها جميعا؟ طبعا قد يأتي شخص يقول أنا آمنت بكل ما في القرآن، تسأله كم آية تحفظ من القرآن، يقول لك القليل. إذن أنت لم أنت تؤمن بشيء تجهله. يعني آمنوا بآياتنا، عرفوا هذه الآيات أولا ثم آمنوا بها، وكانوا مسلمين يعني أسلموا، استسلموا بين يدي الله. يعني سأقول لك هل تنطبق عليك هذه الآية أم لا. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، الله تعالى يقول في آية من آيات القرآن التي أنت تدعي أنك آمنت بها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. طيب، هل أنت صادق تماما أم غير صادق؟ كل واحد يعرف نفسه. هل تغش الناس أثناء بيعك لشيء، أو تخدعهم أثناء شرائك لشيء لتحقق مصلحتك دائما؟ هل فيك هذه الصفة؟ إذن أنت لم تؤمن، إذن أنت لم تسلم وجهك لله. ما معنى وكانوا مسلمين؟ بالبطاقة، بالهوية يعني مسلمين؟ لا، مسلمين بالتصرفات. أمرني الله بالصدق أكون صادقا لا أكذب، أمرني بالعفو يجب أن أعفو، إذا لم أعفو إذن أنا لم أؤمن بآيات الله. قال تعالى وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إذا تحقق شرط الإيمان والإسلام فيك فأنت إذن مؤكد 100% أنك ستقف هذا الموقف، وسيقول لك الله في الآية التالية: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. تحبرون يعني هذه كلمة واسعة المعاني، تتضمن النعيم، الطمأنينة، اللا خوف، التلذذ، التنعم. خذ، أطلق العنان لخيالك وأفكارك، كل ما تشتهيه تتضمنه هذه الكلمة: أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب. هناك صحاف، أوعية ذهبية تسمى الصحاف، فيها أكواب، فيها ما لا يتصوره العقل. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. وفيها ما تشتهيه الأنفس، وفي قراءة: وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. إذا كان لديك عيب في الدنيا وكنت من أصحاب الجنة سيختفي. كل أصحاب الجنة أخوان، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. كل ما تشتهي النفس موجود في الجنة، لذلك لا يوجد عيوب، لا يوجد نقص، لا يوجد ضعف، لا يوجد حقد، لا يوجد غل، لا يوجد حب انتقام، لا يوجد تأسف على الدنيا الفانية، لا يوجد أي نوع. حتى الذي قتلك أنت مرتاح لأنك تراه في النار، لأن الله عادل سبحانه وتعالى، لا يظلم، الله لا يظلم سبحانه وتعالى. إذن أحبتي في الله، خلاصة هذا السؤال أن كل ما تشتهيه سوف تجده في الجنة. القوانين مختلفة، انسى هذه الدنيا ودائما فكر بهذه الحياة الخالدة التي سماها القرآن الحيوان،
وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، يعني الحياة الحقيقية الأبدية الخالدة هناك، هنا هذه حياة مؤقتة. نختم بهذه الآية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون نحن وأنتم من هؤلاء يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.